السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي اللي طالعين وكبرنا وبقينا في سنة رابعة. النهاردة هنتعرف على اهم اسئلة لازم تعرفوها وانتوا رايحين سنة رابعة، اسئلة واجوبة مهمة جدا جدا جدا. لو عرفناها يبقى احنا قطعنا شوط مهم وكبير جدا في معرفة اللغة، وخصوصا كمان الانجليش ده تراكمي. يعني ايه؟ اي لغة في العالم لازم تتدرس بطريقة تراكمية، يعني اللي جاي بيعتمد على اللي فات واللي فات بيعتمد على اللي قبله، كأننا بنبني بيت. ما ينفعش اطلع الدور الرابع وانا من غير ما ابني سلالم وعمدان الدور الاول والتاني والتالت. يبقى انا عشان اطلع سنة رابعة واواجه المنهج اللي انا داخلاه او اللي انا داخله، لازم ان انا اكون اتأكدت من تأسيس التلات بيوت اللي قبلي او التلات شقق او التلات ادوار اللي قبلي او التلات سنين اللي فاتهم، لازم ان انا اتأكد منه على الاقل، على الاقل ان انا ابقى مدرك او مدركة الاساسيات بتاعت ايه المنهج. لكن بعد كده هو بيجيبها تاني على فكرة، وبيكررها مرة واثنين وثلاثة، بس ممكن ان هو يزود عليها شوية حاجات زيادة شوية. فده البناء بقى، ان هو بيبني عندك حصيلة لغوية، بناء جملة، طبعا بينمي عندك speaking, listening, reading, writing، اللي هو الفور سكيلز اللي مهمين لأي language في العالم، ان هم ايه يبقوا الطالب كويس فيها جدا. وعلى فكرة كونك ان انت تتعلم لغة بطريقة كويسة ده مش وحش جدا، حتى لو كان صعب شوية. انت لو رحت خدت كورس في اي مكان في العالم هيدي لك حصيلة كلمات لغوية كتيرة جدا، وهيدي لك سنتينز جمل، وهيطلب منك تسمع دايالوجز وتنطق دايالوجز كتير جدا، وده هيكون في فترة محددة لا تتعدى الشهرين او ثلاثة، عشان بتبقوا طالبين شهادة معينة من المكان ده. فانا عندي المجال متاح بس على مدار سنة بحالها ان انا اقدر اتعلم لغة، ومحدش يستخسر في اللغة حاجة. يعني ان انا اتعلم لغة دي حاجة كويسة جدا بالنسبة لي. تمام، عندي اول سؤال انا بحتاجه في كل مكان، where are you from؟ where are you from يعني من اين انت؟ هيقول I am from Egypt. وبالنسبة لاننا اخدنا البلاد الـ countries واخدنا الـ nationalities اللي هي الجنسيات، يبقى انا هجاوب بالبلد اللي انا عايش فيها او عايشة فيها، وكمان احط الجنسية بتاعتي. ممكن I am from Egypt يبقى I am Egyptian، I am from China يبقى I am Chinese، I am from Turkey I am Turkish. يبقى انا احط الـ country الدولة اللي انا منها، وكمان ممكن احط جنسيتي اللي انا ايه فيها، يبقى where are you from، where are you from. طالما انا عرفت ده شفوي، يعني سمعته شفوي، اقدر طبعا الوقت وانا في سنة رابعة اكتبه تحريري والوحدي بدون ما احفظ كلمات ولا كلام من ده. خلاص اقول where are you from، I am from كذا. The second question, what do you have for breakfast؟ طبعا المفروض ان انا عرفت الثلاث وجبات اللي عندي، اللي هما breakfast, lunch, dinner. Breakfast, lunch, dinner يعني الفطار والغدا والعشاء. What do you have for breakfast؟ What do you have for lunch؟ What do you have for dinner؟ يعني انت بتتناول ايه على الفطار او الغداء او العشاء؟ طبعا I have anything. لو فطار كيك اند ميلك، I have chicken and soup. او في الدينر I have cheese and jam مثلا، مربى. When do you start school؟ When do you start school؟ يبقى لازم نعرف ان اداة الاستفهام when معناها متى، وان معناها متى. امتى بتبتدي المدرسة بتاعتك؟ يبقى جاوب عليها بساعة، والساعة بتاخد preposition at، او لو يوم من ايام الاسبوع بياخد on. I start school at 8 o'clock. I start school at 8 o'clock. او I start school on Sunday. I start school on Sunday يعني في الوقت اللي انا ببتدي فيه المدرسة. The next question, when don't you have school؟ when don't you have school يعني متى لم يكن لديك مدرسة، انت بتروحش المدرسة امتى. I don't have school on Fridays and Saturdays. I don't have school on Fridays and Saturdays يعني انا ما بروحش المدرسة او ما عنديش مدرسة ايام الجمعة وايام السبت. How much كم السعر، how much كم السعر. Is the robot يعني كم سعر الروبوت. It's for 90 pounds. It's for 90 pounds يعني هي بتسعين جنيه، أو $90 تسعين دولار، أو 90 euros اللي هو اليورو.
What's the weather like؟ للسؤال عن الطقس، ما هي حالة الطقس؟ What's the weather like؟ It's hot today، يعني النهاردة الجو حر، يبقى weather معناه الطقس. هنا بيسأل عن حالة الطقس، What's the weather like؟ هنا قلت it دي عايدة على ال weather، يبقى What's the weather like؟ يعني ما هي حالة الطقس؟ It's hot today، It's cold، It's rainy، It's cloudy. ممكن أقول What was the weather like؟ يعني الطقس كان إزاي؟ كان إيه امبارح؟ It was hot yesterday، يعني هو كان الجو حر امبارح. يبقى بيسأل عن حاجة حدثت خلاص وانتهت، was دي في الماضي، لكن لما قلت هنا is يبقى ايه؟ present simple tense، ال was هو ال past simple tense، يبقى كانت حالته امبارح ايه؟ it was hot yesterday. لكن لما اقول what will the weather like، يعني الطقس لسه هيبقى حالته ايه بكرة، دي كلها طبعا تنبؤ بحالة الايه او توقعات الجو اللي هي بتقولها الارصاد يوميا. what will the weather like، يعني الطقس هيبقى عامل ازاي بكرة مثلا. it will be hot tomorrow، it will be hot tomorrow، it will be rainy، يعني ممكن يبقى ممطر tomorrow، it will be cloudy، مغيم، it will be مثلا cold، بارد. How many؟ how many يعني كم العدد؟ how many كم العدد؟ how many مثلا months are there in the year؟ how many months are there in the year؟ يعني كم عدد شهور السنة؟ طبعا there are 12 months، there are 12 months يعني أنا عندي 12 شهر من شهور السنة. how many seasons are there in the year؟ كم عدد فصول السنة؟ How many seasons are there in the year؟ كم عدد فصول السنة؟ There are four seasons، there are four seasons، طبعا احنا عندنا أربع فصول السنة اللي هما summer، spring، winter، autumn، دول four seasons، وعندي 12 months، ودول المفروض ان انتوا درستوهم in second term in primary 3 في سنة تالتة، ودول هيفيدونا جدا في سنة رابعة لما نيجي نطلع، لازم نكون عارفين المعلومات الأساسية دي. بعد كده the next question، how do you feel؟ how do you feel يعني بماذا تشعر؟ I feel happy، I feel happy يعني أنا أشعر إن أنا سعيد. what's your favorite month؟ my favorite month is May. what's your favorite month؟ my favorite month is May. what did you do yesterday؟ What did you do yesterday؟ يعني ماذا فعلت أمس؟ أنت عملت إيه امبارح؟ دي طبعا حاجة لها علاقة بالبست سيمبل تنس، ودي من أهم الأزمنة اللي المفروض تبقى معانا في مرحلة الابتدائية ومرحلة الإعدادية والثانوي، وبيطلبها مننا كل في كل تكوين الجمل، في الديالوجز، في الباسجز، في حاجات كتيرة جدا، لازم إن هي تبقى من الأساسات اللي تبقى معايا وأبقى فاهمها كويس قوي. انا ان شاء الله هعمل ازمنه في فيديوهات لوحدها، ولكن انا معايا النهارده نوعيه السؤال، لان انا قلت اجمع كل الاسئله وكل نوعيه الاسئله اللي كانت موجوده في برايمري 3 اللي هتطلع معانا ان شاء الله ان برايمري 4، وتبقى اساس لكل حاجه هناخدها بعد كده. what did you do yesterday؟ طبعا yesterday كلمه بتدل على الباست سيمبل تنس، اجاوب اقول اي بلاي تنس مثلا، انا لعبت تنس، لازم احط الاي دي ليه؟ لان انا لازم استخدم الفيرب ان باست سيمبل. I saw a lion، أنا رأيت أسد. I watched a film، أنا اتفرجت على الفيلم. What's your address، ما هو عنوانك؟ address يعني العنوان، أحفظ عنواني، أقول مثلا إيه it's in تحرير ستريت، في شارع التحرير. it's in فرسكور، it's in دميطة. what would you like to have، what would you like to have، ماذا تريد ماذا تحب أن تأكل أو أن تتناول. What would you like to have، ماذا تحب أن تتناول. I'd like to have مثلا chicken. I'd like to have tea، أنا أريد أن أتناول الشاي. يبقى have دي بتتضمن المعنيين اللي هو التي مثلا كسائل، أو حاجة بتتاكل، food or drink، food or drink. how tall، how tall is this house، يعني ما طول للحاجة الواقفة رأسي، لكن how long للحاجة الأفقية اللي بالعرض، يبقى طول اللي واقف كده رأسي لكن ده أفقي. how tall is this house، how long is this lion، هنا الهاوس رأسي ياخد how tall، وأجاوب عليه طبعا بالمتر، والتانية برضو how long أجاوب عليها بالمتر أو بالسنتيمتر.
How tall is this house? It's 3 meters. How long is a lion? It's 1 meter. How long is a lion? اللي هو الأسد. أو snake الثعبان. يبقى long أفقي لأن هو إيه؟ أفقي. How do you feel? How do you feel؟ يعني كيف تشعر؟ أنت حاسس بإيه دلوقتي؟ I feel happy. I feel happy. What's the matter? What's the matter؟ يعني ماذا بك؟ مالك؟ بتعيط لي مثلا؟ أو لو أنت رايح للدكتور هيسألك يقول لك إيه؟ What's the matter؟ مالك؟ ماذا بك؟ أو What's wrong؟ What's wrong؟ ماذا بك؟ I have a cold. أنا عندي برد مثلا. I am sick. أنا مريض. I have toothache. يعني ألم في الأسنان. ده معناه يعني ماذا بك؟ What does my skin do؟ دي وظيفة طبعا ايه؟ parts of the body. ما هي وظيفة أعضاء الجسم بتاعتي؟ كإكزامبل ليها What does my skin do؟ يعني ما وظيفة الجلد؟ It protects my body. It protects my body. يعني هو بيحمي جسمي. What are you doing؟ طبعا present. Present continuous اللي هو زمن المضارع المستمر، وده برضو هشرحه. What are you doing؟ ماذا تفعل؟ I am playing. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ I am reading. انا بقرأ. What are you doing؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ I am watching TV. بتفرج على التلفزيون. للسؤال عن الساعة What's the time؟ What's the time؟ What's the time؟ يعني ما الوقت؟ It's half past one. لازم اعرف بقى طريقة الرد بالايه؟ بالساعة، بطريقة الربع، النص الا ربع. It's half past one. It's a quarter past one. لو الساعة واحدة وربع أقول It's a quarter past one. لو هي واحدة ونص It's half past one. لو هي الساعة 7 بالضبط مثلا It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Where is the house? Where بتسأل عن المكان، معناها أين. Where is the house؟ فين البيت؟ Where is the school؟ أين المدرسة؟ يبقى where معناها أين؟ يبقى أنا لازم أتعود أحفظ عنوان دايما. Go straight معناها امشي في خط مستقيم. Go straight it's on the left. Go straight it's on the right. يعني هو على إيدك اليمين أو على إيدك الشمال. بيتكم مثلا أو مدرستك it's on your left. هي على إيدك اليمين الشمال. It's on your right. على إيدك اليمين. Go straight معناها امشي في خط مستقيم. Go along امشي على طول. What does Hani look like؟ دي نسأل على شكله. شكله ايه؟ What does Hani look like؟ هو هاني شكله ايه؟ He is tall and thin. He is tall and thin. يعني هو طويل ورفيع. هو طويل ورفيع. ده طبعا كان كمان سؤال في المنهج رابعة القديم، وعايزة اقول لكم مفيش فرق ما بين رابعة القديم ورابعة الجديد خالص، الا ان بس الحاجات زادت شوية. هناخد حصيلة لغوية اكتر شوية، هنتعلم نتكلم دايلوجز اكتر شوية، ولكن الانجليزي في حد ذاته هي مناهج واحدة، وهو لغة بتدرس بطريقة مرتبة من أول الأزمنة لتكوين الجمل لتكوين الأسئلة. مهما زاد عليها بتبقى عبارة عن حصيلة لغوية، ولكن الجرامر بتاعنا معانا في كل السنين اللي فات واللي جاي حتى لو بزيادة شوية. ده بينمي قدرتنا على تعلم اللغة. Why do you like the clown؟ Why do you like the clown؟ ليه بتحب المهرج؟ Because he is very funny. Because he is very funny. Why معناها لماذا؟ Why معناها ايه؟ لماذا؟ بجاوب عليها because. Because معناها لأن. Because معناها لأن. يبقى أنا هنا عندي أدوات استفهام كتيرة جدا لازم أعرف هجاوب عليها بإيه أو معنيها إيه عشان أعرف أجاوب عليها. عندي مثلا إيه؟ أداة الاستفهام إيه؟ عندي أداة الاستفهام what ما او ماذا، وبجاوب عليها بفعل مثلا او شيء something. معايا اداة الاستفهام when، ودي معناها متى، بجاوب عليها بزمان. معايا اداة الاستفهام where بمعنى اين، بجاوب عليها بمكان. معايا مثلا كمان اداة الاستفهام how، ودي معناها كيف، وبجاوب عليها بصفة. ومعايا كمان how many، كم العدد، بجاوب بعدد. ومعايا how much، كم السعر، بجاوب عليها
بسعر بالفلوس مثلا. معايا هاو تول، ما طول بجاوب بالمتر او بالسنتيمتر. معايا هاو لونج، ودي زيها برضو ما طول بجاوب عليها بالمتر او بالسنتيمتر. معايا وات تايم بجاوب عليها بالساعة، بسأل عن الساعة. معايا واي اللي بجاوب عليها بيكاز، لأن، ودي معناها لماذا، واي معناها ايه، لماذا. وكمان معايا أداة استفهام هو، من يعني هو، بجاوب عليها بالفاعل اللي هو اسم الشخص مثلا. هو از ذس، هي از ماي فادر، هي از ماي مادر، سوري شي از ماي مادر. دي مجموعة أدوات الأسئلة اللي هي موجودة معانا أكتر حاجة، واللي هي أساس علشان نعرف نسأل ونجاوب ونعرف إحنا فين من فين. أدوات الاستفهام لازم تتعرف كويس جدا، وطريقة الإجابة عليها لازم تتعرف كويس جدا. مهم أوي إن أنا أعرف الحاجات دي، ولسه أشرح لكم التنسز الأزمنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.